تحيه كبيره لكم وتحيه خالصه لكم، مرحبا بكم. وغنمشيو مباشره نرحبوا بالاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه. صباح الصحه والسلامه استاذ، ومرحبا بك. شكرا لك اختي سكينه، تحيه ليك وتحيه لفريق العمل وتحيه للمستمعين الكرام. صباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. حوال طيب على خير. الله بارك الله فيك. الله يطول عمرك الله يخطك. اذا استاذ معك اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع مهم بطبيعه الحال، اللي هو الماكله قدام التلفازه ولا قدام الطابليت ولا قدام التليفون، للاسف واللي ولات ثقافه عند الوليدات ديالنا وحتى الوالدين. من قبل احنا كانت الجلسه ديال المائده المغربيه هي عندها خصوصيه، بحيث انه الناس كانت كتستغرب من داك الجو الحميمي ديال الناس كتجمع على الطبله وكندويو على النهار شنو داز فيه ونتناقشوا ونضحكوا الى غير ذلك. دابا ولا كلشي خاصو دغيا ياكل باش ينوض، ولا كياكل قدام التلفازه وخاصك تعطيه التليفون باش ياكل ليك وكياكل بالعقل كيف ما كنقولوا، ولا حتى الوالدين كيخليوه في بيتهم كيدي لهم غداهم ولا عشاهم للبيت وهو جالس هو والزوجه ديالو، وما بقاش عندنا داك ديك الحميميه العائليه اللي عندها تاثير مباشر على الجوده ديال داكشي اللي كندخلوه للداس ديالنا. تماما اختي سكينه، فعلا كما شرتي هذا موضوع مهم، والموضوع ديال اليوم هو استمرار للمواضيع اللي كنا هضرنا عليها، واخر موضوع فيما يخص السلوكيات الغذائيه وتصحيح السلوكيات الغذائيه. كنا هضرنا على الاكل في وضعيه الوقوف والشرب في وضعيه الوقوف، وهضرنا على الخطوره ديالها، وهضرنا على بزاف ديال التفاصيل. اليوم فعلا حديثنا غيكون هو ما يسمى بالاكل الاوتوماتيكي، وانا غادي نشرح هاد لاليمونطاسيون اوتوماتيك على سميتها الاكل الاوتوماتيكي. فنعم احنا نعيش اليوم في العصر ديال التكنولوجيا، هذا شيء جميل وشيء رائع. اما فيما يخص التاثير ديال التكنولوجيا، انا كنقول دائما انا مع التكنولوجيا، وبالمناسبه انا رجل تكنولوجيا، اشتغلت كثيرا في مجال ديال التكنولوجيا ومجال التطوير المعلوماتي، يعني ويعني التكنولوجيا شيء جميل جدا، لكن هي سلاح ذو حدين. بحال داك السكين اللي ديما كنعطي لي المثال انا ديال التكنولوجيا، بحال داك السكين راه عندنا كاملين في المنازل، نقشروا به التفاح، نقشروا به الرمان، ولكن هو يقدر يكون سبب لا قدر الله في شي جريمة، يعني حسب الاستعمال وحسب الوعي ديال الاستعمال ديالو. كل حاجة إلا وعندها ذاك الاستعمالات ديالها. فالتكنولوجيا نعم جيدة، التكنولوجيا هي اللي خلتنا دابا كنهضروا مع بعضياتنا، التكنولوجيا هي اللي خلتنا دابا كنتواصلوا مع بعضياتنا، التكنولوجيا اللي خلتنا دابا نتواصلوا مع المستمعين، هذا لا يعني نقطة لا تناقش. لكن في قلب هذه التكنولوجيا اليوم احنا امام، وجميل جدا، ان امام عصر المعلومة، عصر المعلومة بامتياز. اليوم تعلم اي حاجة في دارك، مالوغوزمون زوينة ولا خايبة، مالوغوزمون يعني هذا الشيء غادي اون باراليل، قدروا نتعلموا حوايج زوينين بزاف، كما ان كاين الامكانيه لا قدر الله انسان يتعلم شي حاجه خايبه، وهذا الشيء اللي خصنا نراقبوه. وبالتالي وليداتنا اليوم العصر ديالنا الجيل هذا اللي جا من مورانا احنا جيل التكنولوجيا بامتياز، ما يمكنش نزولوها. لكن هذه التكنولوجيا حتى دخلات علينا، حتى دخلات ما كانش عندنا واحد الثقافه كيفاش نتعاملوا معها، وبالتالي كانت داك الصدمه الاولى وداك الاندهاش الاول. هذا الاندهاش مالوغوزمون يستمر، يعني احنا نورمالمون ملي كنشوف الهاتف هذه شحال راه خصك تصيفط بريه وتسنى فوقاش توصل، وهذه جميل، اليوم الخبر كيوصل في رمشه عين، ولكن هذا الاندهاش خصو يكون معاه واحد الترشيد، ترشيد الاستعمال وترشيد الاستهلاك. غادي نشرح واحد النقطة اللي بين علاقة الترشيد الاستهلاك فيما يخص التكنولوجيا والهواتف هذه وعلاقتها بالزيادة في استهلاك الأكل. هذه مسألة مهمة لا للمؤسسات يعني اللي كتشتغل على هاد المؤسسات الاقتصادية الوطنية ولا العالمية ولا المؤسسة الاقتصادية الأسرية اللي هي في المنزل، وغادي نوضح هاد النقطة. لكن قبل نعطي واحد جوج مصطلحات اللي ربما المستمعين اول مره يعني يسمعوهم مالوغوزمون يعني بالفرنسيه، مي غنصلح نشرحهم. كاين اسكو نابيل لانفوبيزيتي، دابا الناس كيعرفوا لوبيزيتي، لوبيزيتي هي الزياده في الوزن. دابا كاينه لانفوبيزيتي، لانفوبيزيتي شنو هي؟ هي كثره المعلومات وتخمه المعلومات. وكاين اسكو نابيل مصطلح ديال الكرونوفاج، فاج يعني شي حاجه بحال حنا مثلا عندنا لي ماكروفاج كياكلوا يعني واحد الخلايا، كرونوفاج يعني كرونو وقت، شي حاجه اللي كتاكل لك الوقت. انا ماشي ضد الهاتف ولا ضد هذه ولا،
مادام غادي في الاتجاه الصحيح، ولكن ضروري ترشيد الاستهلاك. كل حاجة عندها وقتها وعندها الضوابط ديالها. لما نجي أنا كمختص في التغذية وهذه التكنولوجيا تولي تأثر لي على السير العام ديال الوجبة في الأسرة، فكان لابد أننا نهضروا على هذا الموضوع هذا. فالآن دابا الآن في الوسط العام، غادي نشرح على الصورة اللي كانوا فيها الأجداد ديالنا والدينا وإحنا يا شخصيا، لأن الحمد لله ما زلنا نتبنى هذا النظام هذا لأن لقينا فيه خير كبير. والنمط الحالي دابا إلا رجعنا النمط القديم، واللي جديد له جدة والبالي لا تفرط فيه. إحنا المغاربة ديما كنقولوها، كنقولوا جديد له جدة والبالي لا تفرط فيه. البالي ماشي غير مقصود غير في كل شيء، في الأفكار، في الثقافة، في كل شيء، حيت ثقافتك هي الأصل ديالك أي واحد إلا وعنده أصله. خم إلا رجعنا لذاك الجلسة اللي هدرتي عليها أختي سكينة، الجلسة الأسرية اللي كتكون فيها واحد جلسة حميمية أسرية مع الوليدات، كتدرك تشوف الوجه ديال ولدك، الوجه ديال الأب ديالك، ديال الأم ديالك، كنشوفوا بعضياتنا. أول حاجة اللي مالوغزمون فرطنا فيها هي المائدة المستديرة. الناس يقولوا المستمعين شو المقصود بالمائدة المستديرة؟ كانت عندنا طبلة دايرة، كانتش مربعة وما كانتش مستطيلة. السؤال المطروح علاش؟ إلا لاحظتوا أن في الطبلة دايرة كل واحد جالس في شي مكانة عنده نفس المكانة ديال الآخر اللي جالس في الجهة الأخرى، يعني في نفس الوضعية في نفس كل شيء، وكنقدر نشوف أنايا 180 درجة اللي حدايا كامل. هذه وضعية ربما الناس تجيهم عادية، ما هي وضعية رائعة جدا. هذه النقطة الأولى. اجتماع الأسرة كاملة كنشوفوا في الوجه ديال بعضياتنا وكنناقشوا مواضيع. نعم انا بالنسبه للوجبه الناس بعض المرات كيقولوا لا كل سلامة، ماشي ضروري ناكل ساكت، لا ناكل ونقدر نناقش ونقدر، هذه عادي جدا. وحتى صحيا ما كاينش مشكل، صحيا راه ماشي ناكل ونسكت، لا كاينه امور اخرى. ما فيما يخص الكلام ممكن ناكلو ونناقشوا، كانت مواضيع انت عندك شنو هذه، كنلقاوها فرصه، ان هذا الجمع هذا اللي كانت الاسره، نهضروا مثلا غير الاسره النوويه، اب ام جوج أطفال مثلا جالسين على واحد المائدة اللي هما وجبة مجموعين للنقاشات. بعض المرات كيكون يعني بعض الأمور، يعني الأب يعاود نكتة، الأم تعاود نكتة، هذا الجو هذا افتقدناه. الجو دابا يعني ياريت لو كنا على الأقل نجمعوا على الطبلة. دابا شنو كتلقى؟ الأب يأكل بوحده، الأم تأكل بوحدها، مالوغزمون كتحاول تسنى كل شيء، كتبقى داك الوجبة خصها تقسمها على جوج وعلى ثلاثة وعلى هذي، واخا الأطفال يأكلوا بوحدهم، ونجيو الأطفال نلقاو في بيت ديالهم كياكلوا التلفزيون في البيت، الأب والأم بعض المرة جالسين فادي وكيتفرجوا في التلفزيون. أنا كنقول ضد التلفزيون في البلاصة اللي كناكلوا فيها، وأنا غنشرح لكم هذه النقطة هذي علاش، لأن مهمة جدا. فولينا كنشوفوا الاب كيقول لولده اليد الاخرى كيحط له فيها التليفون، واليد الاخرى الدريري كياكل بها، والدريري بعض المرات كيش التليفون بجوج يدين، والاب ديالو والام ديالو كتوكلوه. ابدا هذه واش تغذيه؟ دونك اللي وقع هو ان ولات هذا يعني الجانب ديال الهاتف ولا التلفزيون، غنبدا بالهاتف هو الاول. اول حاجه قبل ما نهضر على الجهاز العصبي، لا بيرتورباسيون اللي كتوقع فيه، قبل ما نهضر على الجهاز العصبي نهضر على واحد النقطة أساسية، الله يعطيكم الخير ونوطيوها عندكم وقولوا واحد النهار راه سمعناها في برنامج الصحة والسلام. الهاتف هذه حبينا ولا كرهنا، الهاتف من أكبر ليزوتي الوسائل الحاملة لواحد النوع موت، واحد النوع رهيب جدا من البكتيريات والميكروبات الضارة. هذه راه خصنا نكونوا عارفينها، حتى أنه شوفوا الدراسة، حتى أن الدراسة تتحدث عن 400 اسبيس، 400 ماشي بكتيريا، لا 400 اسبيس عائلة ديال البكتيريات. يعني التليفون ديالك أنت راه حامل الجرثومة الحلزونية، ويقدر يكون فيه إشياشيا كولي، يقدر يكون فيه السالمونيلا، يقدر يكون فيه الليستيريا، يقدر يكون فيه 100 نود أنت، وتقول أنا غنمشي نغسل يدي باش نتغدى ولا باش نتعشى ولا باش نفطر، وتولي يتشاد به التليفون ويتاكل به، راك ما غسلتيش يدك. باش نكونوا واقعيين، فالتليفون حامل الانواع ديال البكتيريات
انا ما بغيتش فقط شرف الله وقدر الجميع باش نعطي للمستمعين الدراسه بالضبط علاش هضرات. دراسه اختي سكينه دارت المقارنه بين الهاتف وبين شرف الله وقدر الجميع هذاك لاشاص ديال المرحاض وشنو قالوا؟ قالوا باللي التليفون يحمي عدد البكتيريات اكثر من هذا المكان. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني ان الهاتف ديالك ما خصكش تقيس فيه ولا تتعامل معاه وانت جالس عند الوجبه، لانك توجه واحد الغذاء اللي غيمشي للجهاز الهضمي ديالك. هذا من حيث الميكروبيولوجيا. من حيث ما هو عصبي، مي كان هنا غادي نهضروا على الهاتف والتلفزيون. من حيث ما هو عصبي، انت مي كتكون كتفرج في التلفزيون او لا في الهاتف مثلا، الهاتف غتكون يا في موقع التواصل الاجتماعي، يا كتقرا شي خبر. دونك غالبا هادشي اللي كيكون. خصكم تعرفوا باللي من اكبر ما يتلاعب بالعاطفه ديال الانسان هو الهاتف. علاش؟ لانك غير لو فات انك تمشي تقرا خبر زوين من موراه خبر خايب، او لا العكس، خبر خايب من موراه خبر زوين، تتلاعب هادشي بالهرمونات ديالك وكتعطيك واحد البتيت ديبرسيون اللي تقدر تفقد فيها الشهيه. حتى الا ما فقدتيش الشهيه، نعطيك مثال. انت مثلا عندك مثلا واحد نقولوا احنا غير واحد قطيط عزيز عليك، جالس كتغدى، شي واحد عيط لك يقول لك راه هذيك القطيط وقع له مشكل، غتكمل الماكله؟ ما بغيتش نكبر انايا السقف ديال الاخبار، حيت بعض المرات كتكون كتاكل سوا كيجيك خبر مادي، سوا كتقرا خبر نتايا اللي في خاطرك ما يمكنش ما تتفاعلش معاه. هذاك التفاعل علاش ما ناجلوش انا؟ فمين كنمشي انا، ولاحظوا هادشي راه ولاو كيديروا حتى في الافلام العالميه كيبان لك البطل تلاقى البطله شويه وداروا اكسيدون. علاش؟ هو خصو يبغي يخلي ديما داك الجانب العاطفي ديالك كيغلي. دونك مين كتشد انت الهاتف وجالس كتغدى، نعاود نرجع عاود ثاني نفس الهضره اللي هضرت عليها، من هضرت على الاكل واقف والشرب واقف، مي كتبدا تاكل جسمك كيكون في لو مود باراسيمباتيك. نعاود نقولها باش المستمعين يحفظوها ولا وما فيها بس يعني للتذكير. الحياه ديالنا مقسومه على جوج، مي كتنوض انت توجد الماكله لولدك، تمشي وديه للمدرسه، تمشي للخدمه، تخدم الدوسي الاول الدوسي الثاني، هذا السيمباتيك عادي. تجي ترتاح، تصلي، تجلس، تاكل، تنعس، هذا الباراسيمباتيك عادي. الحياه ديالنا كتمشي بين هاد الجوج. مي كتبغي تاكل سي اوبليغاتوار، ضروري تكون في لو مود باراسيمباتيك. مي كيجيك شي خبر في التليفون، مي كنقول انا خبر ماشي ضروري كيهمك نتايا، مي انا مثلا سمعت واحد الزلزال وقع في ايثيوبيا، يبقى فيا الحال، سي نورمال، هادو خوتنا، فيما كان شي واحد فوق الكره الارضيه راه خوك يعني من انسان بحالك افتقدتيه. وقع مثلا كنقرا انا لقيت مثلا لا قدر الله الصوره، ومع تبارك الله راكم كتعرفوا هاد العناوين والصور اللي كيحطوا بعض الاخوان، راه اسمحوا لي على المصطلح، كتهبط فيك يعني الجسم كامل ديالك، يولي كنشوفوا داك يعني العناوين المثيره وهذه. فانت جالس كتغدى لقيتي لا قدر الله وقعت اكسيدون بين هاد المدينه وهاد المدينه، غتبقى نورمال؟ مستحيل. هادشي في الوعي ديالك، اللاوعي ديالك مستحيل يكون عادي، وبالتالي كدوز من الباراسيمباتيك للسيمباتيك. وهادشي على ماذا يؤثر؟ اولا الجسم ديالك ملي كيكون جالس كياكل، نفس المعلومات اللي هضرنا عليها نعاودوها يعني باقتضاء، الجسم ديالك ملي كيبدا ياكل كيبدا يحسب الماكله. شتي ملي كتشد يدك اليمنيه وتبدا تاكل، تما كيشد معاك الجسم الاله الحاسبه وكيبدا يحسب. الا كنتي في وضعيه الجلوس كيبدا يحسب ها واحد ها جوج ها ثلاثه، هذه ها الكالوري الاولى 20 30 40 50، شويه بدا يصيفط لك هرمونات ديال الشبع. صافي اون فوا تكون واقف او لا تكون حدا التلفزيون او تكون شاد التليفون، هذا كيتسمى لاليمونطاسيون اوتوماتيك، معنات ان داك الاله الحاسبه ما كتبقاش. شنو هنا كيوقع؟ كنزيدوا في كثره الاكل، اذا هاد التكنولوجيا خلاتنا ما بقاش التدبير ولا التبذير. ثانيا الاكل اكثر، زياده في الوزن وغياب المتعه، فرطنا في ذاك المتعه، سحبت لنا المتعه هذه التكنولوجيا. علاش؟ لانك انت حيت تقول لي في التليفون شادو،
التليفون اللي درتي فيه دماغك كيعالج معلومات، كنتي كتقرا شي حاجه الجسم كيحتاج يمشي يشد معلومه يدخلها للذاكره القصيره، بغيتي مثلا تفكر شي حاجه يدخلها. هادشي حنا نقولوا جالس كتقرا كتاب، ميم تقرا كتاب وانت كتاكل في التليفون وتقرا كتاب ما صالحش، فما بالك كتقرا خبر اللي ولو يكون مفرح. لان دابا اي انسان دخل في التليفون 5 دقائق غتقرا 36 خبر زوين و36 خبر خايب، هذا يتلاعب بالجانب العاطفي ديالك، لا في الوعي ولا في اللاوعي. هذا الجانب العاطفي شنو هو؟ هو عباره عن هرمونات كورتيزول، لادرينالين، نوغادرينالين، دوبامين، وحنا كنكونوا محتاجين لدماغنا يركز مع الوجبه، يركز مع المتعه ديال. اذا تغيب المتعه، زياده كميه الاكل، هذه مساله مهمه جدا، وغياب داك المتعة العامة ديال الوجبة اللي غتكون عندنا، وبالتالي الإنسان يأكل كمية أكبر، متعة أقل، تبذير يعني كبير وتدبير قليل. هذا كامل كيوقع لنا ملي كتكون الوجبة، والناس راه كيلاحظوها. بعض المرة كتلقى راسك خبيز حداك وكتبدا تاكل تاكل تاكل، شوية كتلقى داك الخبيز سالة، كي درتي له الله أعلم. هادشي على لسان العديد من الناس، لان يعني الحمد لله احنا كاكاديميه هاد الامور كلها كنردوا لها البال في النصائح العامه في الدستور الغذائي ديالنا. هاد الامور هادي يعني كنلاحظوها في المجتمع ديالنا وكنسطروا عليها بقلم احمر، وهذا شيء محمد. نقولوا مثلا، نعطي مثال، دابا كاين الغلاء لعديد من المواد، راه من ضمن الامور اللي خصنا نديروا فيها دي سبوت بيبليسيتير اللي هي المجتمع ديالنا ونشوفوها في الشاشات ديال التلفازه ونشوفوها، فهادي هي هاد المسألة، هي التوعية اللي علاش؟ لأنه كيولي الإنسان، تخيلوا الإنسان كيولي ياخد أربعة الأضعاف ديالو. علاش؟ لأنه كيولي داك الساعة كيشبع بالمثيلة ماشي بالهرمونات. غتقول لي علاش بالهرمونات؟ لأن الهرمونات ديالك مشغولة، الجسم ما يقدرش يخدم بالكورتيزول والليبتين، كورتيزول ديال الستريس، الليبتين ديال الشهية وديال الأكل، فهادو ما بجوج ما عمرك تلقاهم. سو كيفية غتاخد راحتك وترتاح وتكون مطمئن، وما كاين حتى شي خبر، ما كاين حتى شي تلفزيون، ما كاين حتى شي تليفون، وتجلس فوق الطبله وتهضر مع وليداتك وتجلس وتسناو داك هاد جوج دقائق ثلاثه دقائق باش يتحط الوجبه، مهمه جدا. ماشي به فيه ماشي انا نجلس، خصني ميسيون، خصني مهمه خصني نساليها. لا، الاكل والوجبه ماشي مهمه، الاكل هو ساعه يعني موعد مع الجسم ديالنا ومع تحقيق الحاجيات الجسم ديالنا. خصك ميت سالي يطلع لك لوسيتوسين حيت جالس مع عائلتك، يطلع لك الدوبامين حيت استمتعتي بالاكل، يهبط لك الادرينالين، يهبط لك الكورتيزول، ويتحركوا الليبتين الجرينين والبيبتيد ايغريك ايغريك، هادو هما اللي كيعطيوك متعه الاكل. ولاحظ انت دابا ولات اختي سكينه من اكبر لا 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 يعني الاستراتيجيات اللي ولاو دابا في العلاج، وهذه ان شاء الله راه حنا كنشتغلوا عليها. الناس اللي متبعين البرامج عن كتب فيما يخص الاكاديميه كيعرفوا، ولينا اليوم ولا لو ريجيم سون تليفون، نظام بدون هاتف. ولاحظوها بعض المرات راه كطيح لا كونيكسيون في بعض الاماكن، كيقول لك والله الا ارتحيت انا من الهاتف. وجربوها، انا نعطي للناس والله الا جربوها، جرب انت غير شي نص نهار انت يا ما تشدش كاع الهاتف، وشوف واحد الراحه اللي غتحس بها. وهذا الشيء دابا اختياري، بعض المرات كيكون اوبليغاتوار، كيمشيو الناس بعض الاماكن اللي ما فيهاش تغطيه، غتلقى راسك ملي كترتاح. علاش كترتاح؟ من داك الاخبار هذه وتلاعب ديال الاخبار، تسمع خبر زوين خبر خايب، خبر زوين النهار كامل والانسان غادي معاد. وبالمناسبه انا كنهضر يعني من جانب كمختص تغذيه ومن جانب معلوماتي، لان في التكوين ديالي انا درت البرمجه المعلوماتيه. خصنا نعرفوا باللي التليفون ديالك مثلا يوتيوب راه تقدر تموديفيه فيه الهيستوريك على انه يبقاو يطلعوا لك على الحاجات الزوينين. انا شخصيا الهاتف ديالي ما عمري كنلقى شي خبر كيطلع لي انا. علاش؟ لان مبرمج انا الهاتف ديالي ما تطلعليش الاخبار اللي هي خايبه، دونك يطلع لي اخبار اللي عندها علاقه بالطبيعه، عندها علاقه بالحيوانات، عندها علاقه بلي فيرم تيبيك في العالم اللي كيمشيو، دونك هذه راه كتبقى ترجع للاختيار ديالك. والناس دابا كيقول لك بعض المواقع كيقول لك انا كندير مثلا واحد درس وكيطلع لي واحد الاشهار مثلا خايب، هذاك علاش؟ لان راه مشى الهيستوريك ديالك. علاش؟ لان الانسان راه ونفس الفيديو كيطلع واحد اخر كيطلع له اشهار. هذا موضوع اخر. علاش كنهضر على هذا الشيء؟ لان احنا كمختصين في التغذيه هذا الشيء قاصنا السيروره العامه ديال ظروف الوجبه في الاسره المغربيه، كان ضروري اننا نهضروا عليها. اذا نصيحتي واضحه جدا،
لا هاتف ولا تلفزيون أمام وجبة الغداء ولا العشاء ولا الوجبة، لأن الوجبة عندها القواعد ديالها وعندها ذاك الطقوس ديالها اللي جيد جدا أننا نستغلها كوقت للراحة. ولا أكل بدون راحة، إلا ما كنتيش مرتاحة ما تاكلش. أنا نقولها للمستمعين، اللي معصب ما ياكلش. علاش؟ لأن هذاك الأكل ضايع فينا، ما يعطيك ما 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 غيطلعش. شوف اختي سكينه، شتي الطياب؟ والله العظيم الى الطياب من ارفع الامور اللي كتبين النفسيه للانسان. لاحظ انك ملي تكون معصب ما تجيكش لقانا الطيب، وتا الى طيبتي ما غيطلعلكش الماكله كيف ما انت كت. في حين انك تقول انا اليوم عندي القانا، احنا المغاربه كنقولوا القانا، القانا هي المغال، الانسان طالع له المورال، المنسوب ديال المورال طالع. والمورال شوف راه ما غيطلعولك حتى واحد، راه انت اللي غتقادو راسك باش بدرجة امتصاص طاقة سلبية. شوف الطاقة السلبية راه تلقاوها بارتو، وحدها كاينه الطاقة الإيجابية. يعني ما مفرقينش، سا ديبون المحول اللي عندك أنت، هذاك الترانسفورماتور اللي عندك واش كيحول طاقة إيجابية. دابا ملي كنهضروا نهضروا صراحة، راه ما كاينش حاجة سميتها طاقة إيجابية وطاقة سلبية. كتلقى مثلا أنتايا كتحول وكتقدر تأبسوربي، وهذا الشيء عنده علاقة بالأكل وعنده علاقة بالمعادن والفيتامينات. جسمك كيقدر يمتص الصدمه، كيامورتي الصدمه. هذاك لو فات امورتي الصدمه كتحولها لطاقه ايجابيه. بحال مثلا لي زامورتيسور ديال السياره، الصدمه كتمتصها هكاك عاوتاني. فالانسان اليوم نقولوا طاقه ايجابيه، لا، انت المحول اللي عندك في دماغك، الافكار ديالك، حياتك اليوميه، الفعل، رده الفعل هو اللي كيخليك نتايا واش كترانسفورمي، واش كتحول هذاك الشيء لما هو ايجابي. لان شنو هو الضوء؟ راه موجه قويه كتضرب كنخرجوا منها الضوء، وهي نفس هذيك المجاره الا مشى الانسان ولا هذه راه تقلبوا. فهذا الشيء علاش خاص الطاقه الايجابيه، راه ما نقولش انا غنجيبها من شي بلاصه، نعم كتجيبها، ولكن المحول اللي عندك. شحال من واحد طاقه ايجابيه كيحولها لطاقه سلبيه؟ راه ديما داك الوريضه اللي فيها الشوكه، كاين اللي كيشوف الشوكه صغيره وتحت الورده كبيره، وكاين اللي كيشوف الورده وعارفه انها بالشوكه، وعارف ان داك الورده راه بالشوكه. نفس المثال ديال الكاس العامر، نص الخاوي ونص العامر، هاد المسائل هذه يعني. دونك عافاكم الله يعطيكم الخير، هاد السلوك ديال استحضار الهاتف او اللوحات الالكترونيه او التلفزيون، والله ثم والله الا مضر جدا للجهاز العصبي. كتاكلوا بزاف يزيد الوزن ديالكم، متعه اقل، ولا 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 والجو العام سبحان الله كتشوف. تصور اختي سكينه، اي العين ديالنا، واش عارفين باللي العين ديالنا كترمش 16 مره في الدقيقه؟ الا جلست حدا التلفزيون كترمش 6 المرات في الدقيقه. علاش غتلقاو لا طونسيون ديال العينين طلعات دابا؟ علاش؟ لان راه ضيعنا 10 المرات. علاش؟ لان الدماغ كيحاول يحافظ على ديك المعلومه، ما مساليش انه يرمش، هادو عينك، فما بالك الجهاز الهضمي. مرحبا ومشكور جزيل الشكر اكيد بطبيعه الحال استاذ محمد احليمي. لقائنا متواصل، سمحتي ان توقفوا مع فاصل ونرجع ناخذ اسئله المستمعين. خليكم معنا.